السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس أحمد فاروق، مدرس مساعد في قسم الهندسة الكهربية المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان. وإن شاء الله هبتدي معكم النهاردة المحاضرة رقم 7 في مادة Advanced Electronic Lab اللي هو معمل إلكترونيات متقدمة، أو مادة Digital Design 2 لدائرة منطقية 2. الاتنين ليهم نفس السيلوس، فإن شاء الله هبتدي شرح المحاضرة رقم 7 اللي هي بتتكلم بعد كده عن الفليب فلوبس والكاونترز. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن كذا جزء. اول حاجه هنتكلم عن الفليب فلوبس وانواعها وازاي بتشتغل. تاني حاجه هنتكلم عن الكاونترز او العدادات، وخاصه اللي هي العدادات الديجيتال، ونعمل ديزاين لنوع من انواع الكاونتر اسمه اسينكرونس كاونترز. هنعمل نوعين من الكاونتر، نوع بيعد اب او بيعد عد تصاعدي، او داون بيعد عد تنازلي. بعد ما نعمل ديزاين هنشوف ازاي الدايره بتشتغل كسيميوليشن، ولو عايزين نوصلها عملي ازاي نقدر نوصلها عملي. مبدئيا كده الجزء اللي اتاخد من اول ترم لغايه دلوقتي كنا بنتكلم عن حاجه اسمها كومبينيشنال سيركتس. كومبينيشنال سيركتس هي جاست ان هي سيركت بدخل لها انبوت، الاوت بتاعها بيطلع دايركت، يعني مش معتمد على اوتبوت قديم، ومفيش حاجه معتمد عليها، يعني مفيش فيدباك مثلا جاي من الاوتبوت. يعني الاوتبوت مش جاي مثلا على سيركت او على سيستم معين وبعد كده داخل على الانبوت. والله لو الكلام ده حصل يبقى الدايره اسمها دايره سيكوينشال. اما كومبينيشن سيركت جاست انا دخلت الانبوت، الاوتبوت هيطلع معايا على طول، مش معتمد على اوتبوت قديم او مش معتمد على كلوك. طيب السيكوينشال سيركت هي كومبينيشن سيركت عادي جدا، هي دايرة عملنا لها ديزاين بلوجيك جيتس او ديكودر او مالتيبلكسر، لكن الاوت هنا معتمد على اوت قديم، معتمد على حاجة اسمها previous state. previous state ده اوت كان موجود قبل كده، والاوت القديم او الاوت الجديد يعتمد على الاوت القديم، زائد ان في هنا كلوك، في هنا كلوك. يعني ايه كلوك؟ هنعرف دلوقتي. لكن الاوت في sequential circuit بيعتمد على اوت قديم اللي هي اسمها previous state وبيعتمد على كلوك. طيب الكلوك دي في عندي عشان اوصفها في نوعين، او هي نوع واحد كلوك، لكن الاوتبوت بتاع السيكوينشال سيركت بيعتمد على جزئيتين، يا اما بعتمد على حاجه اسمها البوزيتيف ايدج، يا اما بعتمد على النيجاتيف ايدج او الفولينج ايدج. طيب ال سوري دي خلينا نمسح بس دي كده الاول. طيب الكلوك عندي في جزء لو وفي جزء هاي، اللي هو اللو اللي هو زيرو كالوجيك، والهاي اللي هي وان كالوجيك. الاوتبوت دلوقتي بيعتمد فين المكان اللي بيحصل عنده الاكشن بتاع الاوتبوت. يعني ايه بيحصل اكشن؟ اكشن ده يعني الاوتبوت مثلا لو كان زيرو هيفضل زيرو او هيتغير لوان، او العكس لو كان وان هيفضل وان او هيتغير لزيرو. يا اما عند البوزيتيف ايدج، بوزيتيف ايدج او الرايزنج ايدج. رايزنج ايدج دي هي عباره عن ايه؟ هي التغيير من الزيرو الى الوان، اللحظه دي هي اللي هيحصل عندها الاكشن. او بيعتمد على الفولينج ايدج اللي هو التغيير من الوان الى الزيرو، يبقى عند اللحظه دي اسمها الفولينج ايدج، الجزء ده كده اسمه فولينج ايدج. طبعا دي رايزنج ايدج زي دي رايزنج ايدج لانها بتتغير من هنا من الزيرو الى الوان. اذا الاوتبوت بتاع السيكونشال سيركت بيعتمد على حاجه من حاجتين، يا اما بيعتمد على الكلوك، يعني طبعا هو بيعتمد على الكلوك، انا بتكلم بيحصل اوتبوت او اكشن عند الرايزنج ايدج، او بيحصل اكشن عند الفولينج ايدج او النيجاتيف ايدج. طيب الفليب فلوبس، فليب فلوبس بالعربي يعني نطاط. هو عباره عن ايه الفليب فلوبس؟ الفليب فلوب عباره عن باي ستيبل سيركت او سيركت بيعتمد الاوت بتاعها على كلوك، وبيعتمد على بريفيوس ستيت، وبيعتمد الانبوت واصل على ايه. تمام، عندي اربع انواع من الفليب فلوب، يا اما اس ار، يا اما جي كي، يا اما دي، يا اما تي. طبعا كل دول اختصارات الفليب فلوب، هنعرفهم يعني ايه دلوقتي. اختصار الفليب فلوب اف على اف، او اف شرط اف، كده معناها فليب فلوب. طيب الفليب فلوب ده هيتغير الاوت بتاعه، يعني الاوتبوت بتاعه هياخد حاله من حالتين، يا اما هياخد 0 يا اما هياخد 1. طيب بيشتغل ازاي في فلوب؟ اولا نوعه كانواع، يعني في عندي اول نوع اللي هو الاس ار في فلوب، كلمه اس معناها ست
وال R معناها reset. ليه اتسمى الاسم الاسم ده؟ اولا كده مبدئيا ال SR في flop هتلاقي فيه input اسمه S و input اسمه R و C دي اللي هي clock وال output كيو، وهنا الاوت داشت او الكيو داشت يعني عكس الاوت، يعني لو كان هنا في 0 هيطلع هنا 1 او العكس لو كان في هنا 1 هيطلع هنا 0. الرسمه دي ده البلوك دايجرام او السيمبل بتاعه. السيمبل ده كلمه سي هنا معناها كلوك. الجزء ده طالما مفيش هنا بابل، طبعا البابل دي اقصد بيها الجزء ده اللي هي الدايره اللي تحت ده اللي هو الانفرتر، يعني ده اسمه بابل. لو انت ما لقيتش بابل يبقى معناها ان الاوت بتاع الكيو ده، الاوت بتاع الفليب فلوب اللي هو الكيو بيشتغل عند البوزيتيف ايدج اللي هو الجزء ده، اما لو شفت فيه بابل فكده معناها ان هو بيشتغل عند النيجاتيف ايدج. طيب الاس ار فليب فلوب ده من اسمه، اسمه اس ار او سيت ريسيت. سيت يعني ايه؟ يعني الاوت هيبقى 1، ريسيت يعني الاوت هيبقى 0. طيب دي الدايره الداخليه بتاعته، الدايره دي المفروض ان هي بتتشرح بالتفصيل في الجزء بتاع المحاضره او الليكتشر، لكن احنا محتاجين نعرف بس هو بيعمل ايه. لو عندي هنا الاس والار، السيت والريسيت، عند البوزيتيف ايدج طبعا انا هعتبر ان انا هشرح دلوقتي على البوزيتيف او النيجاتيف ايدج، بس انا مش عامل حساب الكلوك هنا، يعني المفروض في هنا انبوت اسمه كلوك. الاوت اللي بيحصل اللي هيحصل هنا دلوقتي او التغيير اللي هيحصل في الاوت هيحصل عند البوزيتيف او عند النيجاتيف ايدج، لكن انا هفترض دايما ان انا كاتب الاوت هنا عند لحظه الايدج دي، يا يعني بوزيتيف او نيجاتيف. يعني طيب اس ار يعني ايه؟ ست ريست. ست يعني الاوت هيبقى 1، ريست يعني هيبقى 0. يبقى انا لو اكتفت الاس معناها ان الاوت هيبقى 1، اكتفت الريست يبقى يبقى الاوت هيبقى 0. كيو تي بلس 1، تي بلس 1 هنا طبعا ليها معنى. ايه هي معناها؟ دلوقتي الاكشن بتاعنا بتاع الاوت، عندي اوت قديم اللي هو اسمه بريفيوس ستيت او بريزنت ستيت، وفي عندي اوت جديد اسمه النيكست ستيت. الاوت هفترض دلوقتي ان انا دخلت كلوك على الاس ار دي دلوقتي هنا اهي، والاوت اللي موجود دلوقتي اللي على الكيو اسمه بريزنت ستيت، ده الاوت اللي موجود حاليا سواء 0 او 1. الاوت طبعا الاوت اللي موجود دلوقتي يبقى هو ده الكيو تي، هسميه كيو تي، ده الاوت القديم. طيب النيكست ستيت هي عبارة عن الاوتبوت اللي هيحصل بعد البوزيتيف ايدج ما تدخل على الكلوك، او النيجاتيف ايدج ما تدخل على الكلوك. هفترض دلوقتي ان انا شغال على البوزيتيف ايدج، يبقى الاوتبوت الجديد هنا عبارة عن ايه؟ الاوتبوت الجديد اللي هو النيكست ستيت عبارة عن كيو تي بلس 1، هو ده الاوتبوت الجديد. يبقى انا اجي اقول لك هنا الاوتبوت هنا كيو تي بلس 1 ده عبارة عن ايه؟ يقصد ان هنا لو حطيت الاس على الزيرو والار على الزيرو الاوت الجديد هنا هيبقى ايه؟ تمام. يبقى اولا ست ريسيت 0 0، طبعا عندي 2 انبوت يبقى عندي 4 احتمالات 0 0 0 1 1 0 1 1 اللي هي 0 1 2 3. طيب لو 0 0 معناها ايه؟ كاني هنا ما عملتش اكتيفيشن للست ولا عملت اكتيفيشن للريسيت، فالاوت الجديد هنا معناها هو هو الاوت القديم اللي هي نوت تشينج. يعني ايه نوت تشينج؟ يعني كيو تي بلس 1 هيساوي كيو تي، يبقى الاوت الجديد هيفضل زي ما هو. يعني لو انا جيت هنا حطيت على الاس ار 0 0 فبعد البوزيتيف ايدج دي ما تعدي الاوت الجديد هنا هيفضل زي ما هو، لو كان صفر هيفضل صفر ولو كان واحد هيفضل واحد، ده اسمه نوت تشينج. طيب 0 1 0 1 كده كاني عملت ايه؟ عملت هنا اكتيفيشن للريسيت فالاوت هيبقى 0، فانا عملت ريسيت للاوت. 1 0 عملت ست للاوت فالاوت هيبقى 1، ده اسمه ست. 1 1 دي كيس بتاعت undefined، اسمها undefined، انا ما اعرفش الاوت هنا هيبقى ايه، وده طبعا لمشكله اسمها مشكله الريسنج. يعني انا هنا بحط هنا 1 ال 1 طبعا معروف ان الناند جيت، طبعا المفروض الكلام ده مشروح بالتفصيل في في الليكتشر، لكن لما انا جاي احط هنا 1 1 فطبعا ال 1 اللي هنا دي مش هيتاخد عليها اكشن، اللي هيتاخد عليها اكشن الزيرو في الناند او الاند. يبقى انا هنا كلوك هنا 0 او 1، هفترض ان هنا شغال على البوزيتيف ايدج، لو كان هنا 0 فرضا فالزيرو مع ال1 في الناند هيديني ايه؟ هيديني هنا 1، وزيرو مع ال1 هنا هيديني هنا 1. طيب يعني هنا في دلوقتي 1 وفي هنا 1. طيب لحظه البوزيتيف ايدج دي ما تعدي
او ما تبقى طبعا بوزيتيف ايدج يعني الزيرو ده هيبقى 1. في اللحظه دي في واحد من الاثنين دول طبعا الاوت الجديد هيبقى هنا مثلا 0 هنا 0، لكن الاوت ده مش هيحصل له تغيير طبعا الا لما ال1 الجديده دي تعدي. وال1 اللي دخلت دي بقى هتوصل لواحد اسرع من الثاني، يعني الناند دي او دي في واحد فيهم هيقرا ال1 اسرع من الثاني، فهياخد الاكشن بتاعه انه هيبقى 0 قبل الثاني. مين بقى؟ الله اعلم، احنا مش عارفين مين ده. بيعتمد على الدوبنج بتاع الترانزستورز بتاعه اللوجيك جيتس اللي اتعملت، بتاعه الترانزستور بتاعه اللي اتعمل بيها اللوجيك جيتس دي، فواحد فيهم هياخد الاكشن طبعا طبقا للاوت اللي هيحصل هنا 0 فوق او 1 تحت او العكس. الاوت هنا هيحصل له تغيير معين، فبالتالي انا ما اقدرش اتوقع الاوت الجديد هيبقى ايه، فبالتالي ال1 وال1 دي undefined، انا ما اقدرش اعرفها ايه هي. تاني نوع من انواع الفليب فلوبس حاجه اسمها الجي كي فليب فلوب، جي كي فليب فلوب، جي كي اختصار واحد اسمه اسم العالم جاك كيلبي. جاك كيلبي ده عمل تعديل على الاس ار، طبعا الاس ار فليب فلوب هتلاقيه بالشكل ده، الجي كي فليب فلوب هتلاقيه هو نفس الشكل، لكن في انبوت زياده اتاخد من الناند جيت دي راح على الكيو، وفي انبوت من هنا راح على الكيو داشت من هنا، تمام. عمل التعديل ده، التعديل ده غير لي في حاجه هنا في التروث تيبل هنشوفها ايه هي، لكن التعديل اللي عدله ده حل لي مشكله اللي هي undefined state، الستيت اللي انا مش عارف اتوقعها في الاس ار فليب فلوب، تمام. دلوقتي الجي كي فليب فلوب يبقى الجي كي هو في الاساس اس ار فليب فلوب لكن معدل. طيب الجي كي فليب فلوب طبعا ده شكل السيمبل بتاع البوزيتيف ايدج وده نيجاتيف ايدج، احنا خلينا دلوقتي في البوزيتيف ايدج. الاس ار هو بالظبط، اسف، الجي كي هو الاس ار، يبقى الجي ده هو الاس والكي ده هو الار. لو 0 0 الاوت برضو نو تشينج، نو تشينج يعني الاوت الجديد هو الاوت القديم، لو كان صفر هيفضل صفر، لو كان واحد هيفضل صفر. 0 1 عملت اكتيفيشن للريسيت فالاوت صفر، 1 0 عملت اكتيفيشن للست فالاوت 1، 1 1 دي بقى حاله جديده هسمها حاله التوجل، التوجل يعني يقلب، يعني الاوت لو كان 0 هيبقى 1 في الاوت الجديد، لو كان 1 هيفضل هيرجع هيقلب 0، فدي اسمها توجل ستيت. توجل ستيت احنا هنا كسيمبل او كمعادله يعني او كحرف بنكتبها كيو تي داشت، كيو تي داشت داشت كده، او ممكن نعملها داشت كده. فالاوت كيو تي بلس 1 هو الاوت القديم في حاله 0 0، وهو عكس القديم في حاله ال 1 1 اللي هي التوجل. طب ده معنى ايه؟ خلينا نشوف السيميوليشن دلوقتي. الجي كي هنا فليب فلوب، رقم الاي سي 74 76، ده رقم الاي سي بتاع الجي كي. لو بصيت هنا على السيمبل هتلاقي فيه الانبوت هنا جي كي، وهنا طبعا كلوك، هنا كلوك بقى خلي بالك هي نيجاتيف ايدج، نيجاتيف ايدج يعني شغال على الجزء او على الترانزيشن من ال1 لل0. هنا الاوت كيو وهنا الاوت كيو داشت. ايه اللي انا حاطه ده؟ دي بروبس، دي حاجه اسمها اللوجيك ستيت، دي بتغير الانبوت بدل ما انا اجيب بوش بوتون ومقاومه وفي سي سي واوصل على الطرف على الفي سي وطرف على الجراوند والكلام ده، دي حاجه كده ديجيتال بشوف بيها، بدخل بقى كاني دخلت ليها انبوت 0 1 يعني. دي هنا اسمها لوجيك بروب، بروب بقدر اشوف الاوتبوت هنا 0 ولا 1 كلوجيك. لو 0 هيطلع هيكتب لي 0، لو 1 هيكتب لي 1. الاس والار هنا السيت والريسيت او البري سيت والكلير، هنا هنتكلم عليهم كمان شويه ان شاء الله. طب خلينا نعمل رن كده نشوف اللي هيحصل. دلوقتي الانبوت انا موصله على ايه؟ موصله على 0 0، يبقى انا شغال في انهي ستيت؟ شغال في الستيت اللي هي الاولانيه 0 0، فالاوت هنا متوقع اللي يحصل، الاوت هنا نو تشينج. هنشوف بقى اللي هيحصل دلوقتي. الكلوك هنا كاني مدخل لوجيك 0، طيب الكلوك كده بقت 1، طيب رجعت 0 تاني عند لحظه الرجوع للزيرو من ال1 للزيرو اللي هي انهي لحظه؟ اللي هي اللحظه دي، لحظه ترانزيشن من ال1 لل0. ما هو خلي بالك النيجاتيف ايدج هنا الفليب فلوب ده شغال على النيجاتيف ايدج، يبقى انا شغال عند لحظه ترانزيشن من ال1 لل0، يبقى انا ابص على الاوت هنا اشوف هيحصل ايه عند اللحظه دي.
تمام. طيب عند اللحظه دي ايه اللي حصل؟ اهو 0 طلعت 1 نزلت 0، الاوت فضل زي ما هو. طيب كده معناها ايه اللي بيحصل؟ كالاتي، الاوت ده بيجي عند البوست عند النيجاتيف ايدج هنا، يبتدي الاوتبوت يبص على الانبوت، ده واصل بايه؟ ده واصل ده بزيرو زيرو. معناها ايه؟ معناها ان الاوتبوت نو تشينج، يعني لو كان هنا زيرو هيفضل زيرو، لو كان 1 هيفضل 1. طيب فرضا ان انا رحت اخلي الجي هنا ب 1 والكي ب 0، دي انهي ستيت؟ الجي ب 1 الجي ب 1 والكي ب 0، فالاوت هنا دي حاله الست، حاله الست يعني الاوتبوت هيبقى واحد. طيب هل الاوت بقى واحد؟ لا، الاوت ما بقاش واحد. ليه؟ لان النيجاتيف ايدج لسه ما عدتش. طب النيجاتيف ايدج هتعدي امتى؟ هفترض ان انا كاني دخلت كلوك دلوقتي، كان كلوك هنا 0 طلعت 1 كده ما حصلش اكشن، رجعت 0. اول ما تنزل 0 كده معناه ايه اللي حصل؟ كده ساعتها الكيو بصت على الانبوت، ده ايه ده؟ الجي واصل على ال1 والكي واصل على 0، ساعتها عند اللحظه دي يتاخد اكشن اللي هو بتاع الست. خلاص يبقى لو 0 طلع 1 رجع 0 تاني، خلاص الاوتبوت ست. الاوتبوت ست يعني ب1، يعني هيفضل محتفظ بالستيت دي. علشان كده الفليب فلوب بيعتبر كانه جزء من ميموري، هو ميموري بس بيخزن 1 بت فقط، وبيفضل محتفظ بحاله الاوتبوت دي لغايه لما تجيله حاجه تانيه تغيرها. طيب الحاله الثالثه 01، دي حاله الايه؟ حاله الريست، اللي هي كان هنا اس ار. طب حاله الريست هنا الاوت ما بقاش صفر، ليه؟ عشان لسه النيجاتيف ايدج ما عدتش. هنا الكلوك طلعت 1 نزلت 0 عند اللحظه دي حصل ريست. طيب لو انا خليت بقى الكيس الرابعه 1 1 1 1، دي حاله الايه؟ حاله التوجل. لو بصينا هنا 1 1 دي حاله التوجل، يعني ايه؟ يعني الاوت القديم الاوت الجديد عكس الاوت القديم. طيب هنا ما حصلش اي تغيير، طبعا 0 هيبقى 1، ينزل 0 عند اللحظه دي بقى 1. كده عند النيجاتيف ايدج الاولانيه الكيو تي بلس 1 هي عكس الكيو تي. طيب عند النيجاتيف ايدج الثانيه 0 نزلت بقت 0 وهكذا، يقعد يقلب 1 0 1 0 وهكذا. كده دي الاربعه ستيت بتوع الجي كي فليب فلوب. ثالث نوع من انواع الفليب فلوب اسمه الدي فليب فلوب، اللي هو ديلي. دي يعني اختصار كلمه ديلي. ليه كلمه ديلي؟ هنعرفها من شويه. طيب الدي فليب فلوب هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اس ار فليب فلوب لكن انفرتد على الار. يعني ايه؟ يعني هو دي ده جواه ايه؟ ده جواه كانه جواه اس ار فليب فلوب، والانبوت بتاع الاس داخل انفرتد على الار. يعني انا ممكن اعمل الدي فليب فلوب من الاس ار فليب فلوب. طيب بما ان هنا حطيت بما ان الاوت الانبوت هنا الدي ده هفترض هنا 0، فكاني على الاس ار دخلت 0 1. ما انا عايز بقى اشوف التروث تيبل هيبقى عامل ازاي. 0 فكان هنا 0 وبعد الانفرتر هنا بقى ار بقى ب 1، فكده كاني شغال في الاس ار على انهي ستيت؟ شغال على الستيت دي اللي هي 0 1. فالاوت هنا ايه؟ الاوت هنا الكيس بتاعت الريست، فالاوت هنا صفر، ده اول اوت. يبقى انت دخلت 0 الاوت طلع 0. طب لو دخلت هنا 1 فيا اني دخلت على الاس الاس 1 والار 0، فبالتالي انت كده عملت ايه؟ عملت ست للاوتبوت، فالاوتبوت هنا هيبقى 1. يبقى انت دخلت كاني شغال على اني ستيت؟ شغلت على الستيت دي 1 0 فالاوتبوت طلع 1. يبقى انت دخلت 1 الاوتبوت طلع في الدي ب 1. امال ايه فكره بقى؟ يعني هو عمل ايه كده؟ يعني انت دخلت 0 طلع 0 1 طلع 1، يعني كده استفدت ايه يعني؟ طبعا ال 0 طلع 0 وال 1 طلع ك 1 كفولتج، يعني الفولتج الانبوت هو الفولتج الاوتبوت، اللي عشان كده اسمه ديلي. عشان كده اسمه ديلي، يعني الزيرو ده مش هيطلع زيرو وال1 ده مش هيطلع 1 الا بعد البوزيتيف ايدج او النيجاتيف ايدج ما تعدي. يبقى الاوتبوت الجديد هو اللي في الانبوت. يبقى انت زيرو دخلت زيرو طلع زيرو ودخلت 1 طلع 1، الاوتبوت الجديد هو الانبوت لكن بيطلع بعد بوزيتيف بعد البوزيتيف ايدج ما بتعدي او النيجاتيف ايدج ما بتعدي. يعني بص هنا لو وصلنا هنا كلوك، دي الكلوك طبعا اهي، دي الانبوت، افترضت دي هنا حطيت عليها 0 في اللحظه دي هنا 0 اهو، الانبوت ده 0 حطيت هنا 0. لو بصيت هنا على الاوتبوت طبعا هنا 0 بعد كده اتغيرت بقت 1، يعني الاوتبوت ده هيطلع امتى؟ الاوتبوت ده هيطلع طبعا انت حطيت هنا 0، فالاوتبوت ما بيطلعش على طول، الزيرو ده ما بيطلعش على طول،
او ال1 ما بيطلعش على طول الا بعد البوزيتيف ايدج ما بتعدي. هفترض دلوقتي ان انا 0 ده بقى 1، بص كده عند اللحظه دي ال1 دي، ال1 دي هل طلعت على طول؟ هل طلعت هنا على طول في النقطه دي؟ لا ما طلعتش على طول. ليه؟ لان البوزيتيف ايدج، البوزيتيف ايدج دي لسه ما جاتش، البوزيتيف ايدج دي لسه ما جاتش. يبقى الانبوت ده مدخله هنا البالس دي ال1 دي، تمام، مش هتطلع معايا في الاوتبوت الا بعد البوزيتيف ايدج ما بتعدي. عند البوزيتيف ايدج دي بقى يبتدي الدي، بص على الانبوت وصل ايه، ده وصل على الزيرو او وصل على ال1، فبالتالي ال1 اللي دخلت دي او عند اللحظه دي الاوتبوت يطلع هنا ايه 1. طيب يفضل محتفظ بال1 ال1 ال1 لغايه امتى؟ لغايه البوزيتيف ايدج اللي بعدها. عند البوزيتيف ايدج اللي بعدها يبتدي دي يبص على الانبوت عند اللحظه دي، الانبوت ده ايه واصل بزيرو، فبالتالي عند اللحظه دي الانبوت زيرو فالاوت هيطلع زيرو. فبالتالي لو انت شفتها هتلاقي البالس دي هي البالس اللي خارجه، لكن بعد تايم ديلي معين. التايم ده التايم او الديلي تايم، فبالتالي عشان كده اسمه الدي فليب فلوب. طب كسيميوليشن عندي عايز اشوف الدي فليب فلوب ده بيشتغل ازاي. رقم الاي سي بتاع الدي فليب فلوب هو 74 74. الانبوت هنا هفترض ان هو زيرو، عندي كلوك هنا شغال هنا، خلي بالك البوزيتيف ايدج مش نيجاتيف ايدج زي ال 76 او الجي كي. الاوت هنا بص زيرو، الاوت ما اتغيرش. ليه؟ لان هنا ما دخلتش لسه بوزيتيف ايدج. طيب انا هفترض ان دخلت هنا 1، المفروض الدي فليب فلوب بيعمل ايه؟ ياخد ال1 دي يطلعها معايا بره في الاوتبوت، لكن ما حصلش الكلام ده. ليه؟ لان البوزيتيف ايدج لسه ما عدتش. طيب البوزيتيف ايدج دي يعني ايه؟ التغيير من الزيرو الى ال1 هو ده البوزيتيف ايدج. طب بص كده اهي عند اللحظه دي ايه اللي حصل؟ ونزل زيرو تاني، زيرو طلع 1 رجع زيرو، كده دي اسمها بوزيتيف ايدج. ال1 دي طلعت معايا. طب فرضا خليتها زيرو برضو مفيش الاوتبوت فيه ديلي اهو، كان الزيرو ده ما طلعش على طول، الديلي ده هو اللي بيحسبه البوزيتيف ايدج اللي بعدها. البوزيتيف ايدج دخلت طلعت تاني نزلت تاني، الاوتبوت زيرو تلاقيه طلع معايا، عشان كده اسمه ديلي، دي ديلي. اخر نوع معانا من انواع الفليب فلوبس هو التي فليب فلوب. تي اختصار كلمه توجل، تي توجل يعني يقلب. طالما ظهر كلمه توجل فبالتالي اتوقع ان انا هشتغل على في او في جي كي فليب فلوب موجود في الموضوع. ايه هو بقى التي فليب فلوب؟ هو الجي كي لكن عمل شورت سيركت على الجي والكي، فبالتالي عايز اشوف التروث تيبل بتاع الجي كي او التي، ساعتها اقدر استنتجه. يعني بص هنا على التروث تيبل ده، لو انا حطيت هنا زيرو فكاني على جي كي دخلت زيرو زيرو، فكده شغال في اني ستيت؟ شغال في الستيت الاولانيه، دي ستيت اللي هي ايه؟ نو تشينج، نو تشينج. يبقى لما دخل تي هنا بزيرو كان على جي كي دخلت زيرو زيرو، فالاوت نو تشينج اللي هو الاوت الجديد هو كيو تي بلس 1 هو كيو تي. طيب لو دخلت هنا 1 على التوجل على التي فليب فلوب كاني في جي كي دخلت هنا 1 فكاني 1 1، فشغال في اخر ستيت اللي هي ستيت ايه؟ ستيت التوجل. فبالتالي ستيت التوجل فالاوتبوت هنا تشينجد او 0 بقى 1 وال1 بقى 0، دي اسمها تشينج التوجل اللي هي كيو تي داش. طبعا انا عامل داش هنا او داش هنا، فبالتالي تي فليب فلوب هو جي كي فليب فلوب. طيب عايز اشوفها عمليا ازاي على السيميوليشن. عمليًا الفليب فلوب اي سي بتاعت التي فليب فلوب مش موجوده، فبالتالي انت تقدر تعمل التي فليب فلوب من الجي كي، جيب الجي كي اعمل شورت سيركت على الانبوت كده انت خليته تي فليب فلوب، او لو جبت الاس ار فليب فلوب وعايز تخليه دي فليب فلوب ممكن تاخد الاس بانفرتر على الار، فانت كده حولته لدي فليب فلوب. بالمناسبه مفيش اي سي لاس ار فليب فلوب، مفيش موجود، مفيش اس ار، لكن في لاتش، في حاجه اسمها اس ار لاتش، دي الاس ار لاتش والاس ار فليب فلوب. الفرق ما بينهم ان اللاتش ما فيهوش كلوك، الاس ار فليب فلوب لا في كلوك، واللي بما ان بسبب الكلوك او الترانزيشن بتاع كلوك من الزيرو لل1 او من ال1 للزيرو بيحصل مشكله على الاوت بتاع الاس ار، فبالتالي الاس ار فليب فلوب مش موجود كاي سي او مش موجود اصلا، ما بنستخدموش كديزاين في الواقع. طيب الجي كي فليب فلوب او التي هنا اسف فليب فلوب، لو انا دخلت هنا زيرو كأني دخلت على جي كي 0 0 الاوتبوت هنا ايه؟ الاوتبوت 0. طيب لو دخلت 1 مفيش اي تغيير. ليه؟ لان هنا البوزيتيف ايدج ما عدتش، طبعا هنا كلوك شغاله بوزيتيف ايدج. طيب لو انا خليت هنا 0
دي حالة الست أو النوت تشينج. لو دخلت زيرو بقى وان رجع زيرو تاني، الأوبوت نوت تشينجد، فالأوبوت زي ما هو. طيب فرضا دخلت هنا وان، دي ايه أني كيس بتاعت التوجل، يبقى الوان وان. الأوت بقى يبص على الإنبوت عند البوستيف إيدج، يعني طبعا أول ما دخل بوستيف إيدج دلوقتي يبتدي الأوت يبص على الإنبوت، إيه ده واصل بالجي كي، الجي كي واصل بالفي سي سي وان وان يعني، فيبتدي توجل، يعني الأوت الجديد هيبقى معكوس ده. لو دخلت بوستيف إيدج كده رجعت تاني، الاوتبوت هنا بقى 1، دخلت بص في ايدج رجعت تاني فالاوتبوت بقى 0، وهكذا يقعد يقلب معايا بسبب الكلام ده، ان انا كده شغال على التوجل ستيت، عشان كده اسمه توجل. يبقى انا كده عندي 2 اي سي هنتعامل معاهم، اللي هم 74 74 بالنسبه ده بتاع الدي فليب فلوب، الاي سي جواها 2. عندي ال 74 76 ده بتاع الجي كي فليب فلوب، وخلي بالك انا نيجاتيف ايدج مش بوزيتيف ايدج. لو انا عايز تي فليب فلوب اقدر اتعامل مع ال 74 76 اللي هو الجي كي، وجاست اعمل شورت سيركت على الانبوت، انا كده حولته لتي فليب فلوب. انا اقدر استفيد بايه بالفليب فلوبس في الابلكيشن في الواقع، يعني انا بستفيد بيه ايه؟ طيب اول حاجه اسمها ريجسترز. ريجسترز، الريجستر ده كلمة الجست يعني بيسجل، ريجسترز مسجلات. يعني ايه مسجلات؟ الدي فليب فلوب لوحده او الفليب فلوب لوحده عموما يقدر يخزن داتا، يخزن داتا 1 بت 1 بت، يعني يا اما يخزن 0 يا اما يخزن 1. لو انا خدت فليب فلوب جنب فليب فلوب جنب فليب فلوب، انا كده عملت حاجه اسمها ريجستر. يبقى الريجستر عباره عن مالتي فليب فلوبس او كذا فليب فلوب. طيب الريجستر ده اقدر اخزن بيه داتا، ده اولا. ثانيا طبعا مبدئيا اولا احنا خزننا فيه داتا 4 بت او 8 بت كده اسمها ريجستر. لو انا خدت ريجستر مع ريجستر مع ريجستر كده عمل حاجه اسمها الميموري، اللي هي بقى بانواعها الرام والروم. الميموري اللي بتخزن على الكمبيوتر، الداتا اللي بتخزن على الكمبيوتر بتخزن جوه مثلا رام او روم، دي اسمها ميموري. تمام، الميموري عباره عن كذا ريجستر او ريجسترز كتير يعني. طيب الريجستر لوحده اقدر اعمل بيه شيفتنج، يعني اقدر اخد الداتا من الشمال اطلعها من اليمين، او من اليمين اطلعها للشمال، او اقدر داتا بارل اطلعها سيريال، او اخد داتا سيريال اطلعها بارل من هنا سيريال اطلعها بارل، او اقدر داتا انبوت كذا داتا، يعني عندي 4 بت اطلعهم في الاوتبوت اعملهم ديلي واطلعهم. اقدر اعمل حاجه اسمها الروتيتنج، روتيتنج يعني هنا مثلا 0 1 1 0 0 1 1 0، اخد الداتا 0 دي اطلعها هنا، فبالتالي الداتا الجديده هتبقى 0 0 1 1 كده، عملت روتيت ليفت كده روتيت ليفت. ممكن اعمل روتيت رايت. على فكره كل حاجه من الحاجات دي ليها استخدامات، يعني مثلا الداتا انبوت كده عملت مثلا شيفت، شيفت رايت. شيفت رايت دي في الابلكيشنز بتستخدم جوه حاجه اسمها ارثمتيك اند لوجيك يونت، اللي هو الكمبيوتر بتاعنا جواه طبعا في بيتكون من الكمبيوتر سيستم عموما او المايكرو بروسيسور سيستم او المايكرو كنترولر. بيتكون من حاجه اسمها سنترال بروسيسنج يونت اللي هو السي بي يو، ومعاه معاه رام، معاه روم، معاه تايمرز، معاه كاونترز، معاه حاجات كتير جدا. السي بي يو ده جواه حاجه اسمها الارثمتيك اند لوجيك يونت او وحده الحساب والمنطق، مسؤوله عن الاوبريشنز بتاعت الجمع والطرح والضرب والقسم والكلام ده كله. يعني من الاخر هو مخ، المخ بتاع الكمبيوتر. طيب المخ بتاع الكمبيوتر ده بيعمل ايه؟ بيعمل كل العمليات الحسابيه والمنطقيه اللي في الكمبيوتر. من ضمن الحاجات، من ضمن الحاجات الجمع والطرح والضرب والقسمه، طبعا في حاجات كتير يعني. علشان اعمل مثلا سي مثلا ضرب 0 1 مثلا 0 0، لو انا عملت شيفت ليفت خدت ال 1 ده خليته يروح هنا، عملت شيفت ليه، طبعا الرقم ده كديسمال هو عباره عن رقم 2. طب لو انا عملت شيفت ليفت للواحد فكده بقى 0 1 0 0، كده انا عملت ايه؟ كده الرقم ده عباره عن رقم 4، فكاني ضربت الاثنين في 2 بقت 4. ولو عملت شيفت كمان مره هيبقى الرقم يعني 1 0 0 0 كده بقى رقم، ده رقم 8. فبالتالي الاثنين عايز اعملها شيفت ليفت مره واحده كده كانك ضربت في 2، عملت شيفت مرتين كانك ضربت في 4. فبالتالي السي بي يو او البروسيسور نفسه لما يوز يعمل عمليه ضرب، الاوت بتاعي بيعمل ليه شيفت ليفت. طب عايز اعمل اسمه طبعا العكس بقى، يعني لو 4 لو ال1 ده ال1 دي مثلا دي 8، عملت شيفت رايت فكاني قسمت على 2. طب عملت شيفت كمان مره كاني قسمت على 4 وهكذا، يبقى دي شيفت ليفت والشيفت رايت وهكذا. فده اول ابلكيشن من الابلكيشنز بتاعت الفليب فلوبس. تاني حاجه بقى اسمها الفريكونسي ديفيجن. بعد شويه هنشوف الفليب فلوبس دي شغاله ازاي كتايمنج دايجرام. طبعا اللي انا رسمه ده
تحت ده اسمه تايمينج دايجرام. تايمينج دايجرام تايمينج دايجرام ده بيوريني او بيوصف لي الانبوت والاوتبوت في شكل سيجنال او شكل كلوك او شكل تايم فيرسس تايم. طبعا ده فيرسس التايم، التغييرات اللي بتحصل في الانبوت والاوتبوت برسمها لي فيرسس التايم، عشان كده اسمه تايمينج دايجرام. طيب بغض النظر الاثنين دول طلعوا اوتبوت ازاي، هنشوف الكلام ده كمان شويه، لكن الاوت الانبوت هنا الكلوك دي الفريكونسي بتاعتها يعني ايه فريكونسي الاول؟ فريكونسي يعني نمبر اوف سايكلز بير سكند. هفترض مثلا ان انا في خلال التايم ده، هفترض مثلا فرضا ان عدد البالسز دي طلعت معايا في 1 سكند، تمام؟ يبقى الفريكونسي، بتاعت الكلوك دي عباره عن ايه؟ انا هعد عدد السايكلز اللي حصلت في الثانيه. يبقى هنا دي سايكل لغايه هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 4. يبقى كاني بقول لك الفريكونسي بتاعت دي هي عباره عن 4 سايكلز بير سكند اللي هي 4 هرتز. فبالتالي التردد هنا 4 هرتز. طيب بص كده في نفس التايم الاوت هنا حصل له ايه؟ الاوت اللي هو طلع على الكيو يعني حصل له ايه؟ عد السايكلز، ده 2 سايكل. فبالتالي هنا عمل ايه؟ عمل خد الفريكونسي قسمه على 2. ده خلي بالك ده تاثير فليب فلوب واحد. يبقى انا كده عملت حاجه اسمها فريكونسي ديفيجن. يبقى انا عندي سيجنال دخل لها تردد عالي عايز اقلله شويه، اخليه نص، فتروح مدخله على فليب فلوب بالشكل ده، دخل سيجنال على كلوك مكان كلوك وخد الاوت مثلا من هنا. هتلاقي الاوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ نص التردد، او خد الفريكونسي قسمه على 2، الاف خدها قسمها على 2. طب عايز اقسمها، اقسمها تاني، عايز اقسم تاني بدل على 2 خليها على 4، يبقى خدها على كمان فليب فلوب، يعني خد الاوتبوت ده دخلها على فليب فلوب كمان، هتلاقي برضو الاوتبوت قسم على 4 زي الشكل ده كده. فبالتالي هنا الكلوك داخله، ده الانبوت بتاعي داخل من هنا، الكلوك الكيو اي ده الاوت الاولاني، يعني فرضا هنا ال 4 هرتز ده نفس التايم اللي احنا اتكلمنا عليه فرضا، يعني في نفس التايم ده هنا 4، هنا حصل 2، خد الاوتبوت الجديد اللي في الاخر اللي هو كيو بي من هنا، بص كده عليها بقت ايه؟ بقت 1 هرتز. يبقى هنا 4 هرتز، هنا 2 هرتز، هنا 1 هرتز، لو دخلته على كمان 1 هيبقى نص هرتز وهكذا. فبالتالي ده اسمه فريكونسي ديفيجن، اهي حاجه الشكل ده اهو. هنا 3 فليب فلوب، قسمت الاوتبوت، قسمت الفريكونسي على 8 مش على 4 او 2. ده كلوك الاولانيه اهي زي مثلا في نفس التايم اتكلمنا عليه، لغايه هنا 2 هرتز، لغايه هنا 1 هرتز، لغايه هنا بص في نفس التايم ده نص سايكل، نص سايكل يعني خد سايكل على قسمها على 2، فبالتالي الفريكونسي نص هرتز. خلاص يا شباب؟ طيب تالت ابلكيشن حاجه اسمها الايفنت ديتكتور. يعني فرضا انت عندك لمبه، اللمبه دي انت بتدوس على الزرار اون اوف اون اوف، خدت السويتشنج ده انت دخلته على كلوك تمام، والاوت ده هو اللي واصل على اللمبه، يعني بعد كده انت ممكن تعمل كونكشنز هنا زي مثلا على ترانزستور مثلا، والترانزستور ده شكل ده مثلا، وخدت الترانزستور ده على ريلي مثلا، والاوت ده على الفي سي سي، وخدت الاوت هنا في نقط بوينتس، خدت انت الاوت ده وصلته مثلا على سورس اي سي، والاي سي ده دخلته على اللمبه، واللمبه دي عملتها هنا كده. كده الاوت ده كلوجيك 1 هيشغل ترانزستور، ريلي يشتغل يشغل اللمبه. فده اللي بيحصل هنا مثلا يعني. فانت عندك هنا حصل اكشن فرضا عند لحظه معينه، فصلت اللمبه وقفلتها تمام. عند اللحظه دي لو دخلتها على الدي فليب فلوب هنا، الاوت ده اللي هيحصل له هيبقى هنا هيبقى 1 عند اللحظه دي. ما هو خلي بالك اللحظه السويتش اون اوف دي هي مكان الكلوك، بس هنا طلعت اوف اون ورجعت تاني، فبس الفليب فلوب هنا بيشتغل عند لحظه الايه؟ البوزيتيف اتش فقط، مش محتاج يعني يكمل يعني. فعند اللحظه دي هيروح مدي بلس 1 1 1، هيفضل 1 1 1 لغايه لما انت تيجي على حاجه اسمها كلير سيجنال هنا، تدي له 0 بحيث انه ينزل 0 تاني. رحت انت مدي بلس فاتح وقافل تاني، فهيدي هنا 1 ويفضل معاك 1 لغايه لما تدي له كلير سيجنال ينزل 0. فانا ممكن اديتكت الاوبشن الاكشن اللي بيحصل، يعني واحد يقول لك ايه ده الانبوت هنا عمال يتغير معايا وانا مش لاحق اشوفه. لا، انت ممكن بقى تاخد الاوتبوت سيجنال دي من هنا تشغل بيها ايه؟ لمبه، او تفصل بيها لمبه، او تقدر تعمل بيها اي اكشن. فاللي بيحصل ده انا عملت ديتكشن للايفنت اللي هو بتاع السويتشنج اون اوف، فبالتالي اقدر استعمله في ابلكيشنز اسمها ايفنت ديتكشن او ايفنت ديتكتور. طيب ثالث حاجه بقى او رابع حاجه
اسمها داتا سينكرونايزر. يعني ايه سينكرونايزيشن؟ سينكرونايزيشن يعني تزامن، يعني الانبوتس او الاوتبوتس بتخرج او تدخل مع بعض. فبالتالي هنا هفترض مثلا ان انا عندي هنا كومبينيشن سيركت. يعني ايه كومبينيشن سيركت؟ زي ما قلنا قبل كده، اي سيركت ما فيهاش كلوك ولا فيها فيدباك ولا فيها ميموري. فبالتالي كومبينيشن سيركت زي اللي احنا عملناه قبل كده، اللي انتوا خدتوها في لوجيك ديزاين 1، السيركتس اللي بتعملها باللوجيك جيتس العاديه، ديكودرز، مالتيبلكسر، انكودر، الكلام ده كله، دي اسمها كومبينيشن سيركت من اول فليب فلوبس وانت طالع، ده اسمه سيكونشال سيركتس. الكومبينيشن سيركت هنا هفترض ان انت دخلت انبوت معين او انبوتس، فرضا عندي هنا اتنين اوتبوت سي مثلا A و B. عمليا طبعا انت بتشوف الاوتس هنا هتطلع مع بعض. انت عمليا انت لو جبت اسوسكوب وشفت عملت زومنج على التايم بتاع السيجنال اللي طالعه، لا هتلاقي هنا الاوت مش طالعه مع بعض. يعني الزيرو ده يعني فرضا كان هنا زيرو مثلا بقى 1، لحظه ال1 دي، او لو كان هنا في الاوت هنا 1 ورجع زيرو، اللحظه دي ما بتطلع، المفروض يطلعوا مع بعض. لو طلعوا مع بعض اسمهم سينكرونايزد، يعني الاوت طالع مع بعض. لكن هنا في اختلاف، في فرق في التايم هنا ما بين الاثنين، فبالتالي الاوت ده مش سينكرونايزد، نوت سينكرونايزد. طيب الكلام ده ليه اضرار طبعا في بعض السيستمز. يعني طبعا احنا كسيركتس عمليه بتاعت اللاب الصغيره دي ما بتفرقش معانا يعني، لكن في بعض الدوائر زي الكوميونيكيشن سيستمز محتاج ان دايما الترانسميتر والريسيفر يكون في بينهم سينكرونايزيشن، او بعض السيستمز عموما يكون فيها سينكرونايزيشن، فلازم الاوتبوت او الانبوتس يطلعوا مع بعض. فبالتالي لازم اعمل تزامن للاوتبوتس هنا. فبالتالي مين بقى اللي بيتحكم في الكلام ده؟ هو الفليب فلوبس. سي مثلا الدي فليب فلوب هنا، انا عايز طبعا بما اني عايز اخد الداتا دي اطلعها زي ما هي، يعني انا عايز ال1 اللي طالع هنا او الزيرو طالع هنا تطلع معايا برضو 1 او تطلع معايا زيرو، لكن طالعين مع بعض. فبالتالي لو خدت الاوت هنا ال1 والزيرو اللي طلعوا معايا دول يبقى ادخلهم على الدي فليب فلوب. فبالتالي ال1 ده مش هيطلع هنا ولا الزيرو ده هيطلع هنا الا لما انا اقول له ادي له كلوك معينه. الكلوك دي عند البوزيتيف اتش، ال1 طلع هنا او الزيرو طلع هنا من الكومبينيشنال سيركت مش هتطلع معايا الا لما ادي له بوزيتيف ايدج. البوزيتيف ايدج هتطلع بما ان الكلوك داخله الاثنين في نفس اللحظه، فالاوت هيطلعوا هنا في الاثنين بنفس اللحظه، فبالتالي الاوت هنا 1 الاوت هنا 0 هيبقوا سينكرونايزد طالعين مع بعض في نفس الوقت. فبالتالي اسمه داتا، عشان كده عملت حاجه اسمها داتا سينكرونايزيشن او تزامن ما بين الاوتبوتس بتاعه السيستم. اخر حاجه كابلكيشنز مهم جدا وده اللي ان شاء الله هنشتغل عليه هي كاونتنج. كاونتنج انا اقدر اعمل ساين كاونتر، حاجه بتقعد تعد 0 1 2 3 4 5 سواء اب او داون، 7 6 5 4 3 2. تقدر تعمل زي الكاونتر ديجيتال كاونتر، تقدر تعمل الكاونتر ده يكون اب او داون، او ممكن واحد بعد كده يروح الثلاثه بعد كده ينزل يروح للخمسه يرجع الاربعه وهكذا. ممكن عد ورا اي عد انت تقدر تعمله عن طريق الفليب فلوبس.